عام مر على مليونية 25 من تشرين الأول، وها هي الميادين والشوارع تزدحم مجددا بالمتظاهرين لتعيد لثورة تشرين رونقها وألقها، وتعود معها هتافات الثائرين المدوية وشعاراتها التي تعبر عن أهدافها التي حملتها منذ عام. شعار إسقاط نظام المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين والقصاص من قتلة المتظاهرين عادت إلى واجهة الحراك التشريني، وتجددت معها ذات الأساليب الحكومية التي استخدمت منذ انطلاقة الثورة: قمع ورصاص حي واعتقالات بحق المتظاهرين السلميين، واتهامات دون دليل للثوار باللجوء إلى العنف كذريعة لضرب التظاهرات. حكومة الكاظم تستخدم ذات الأساليب التي استخدمتها حكومة عبد المهدي في التعامل مع المتظاهرين، هذا ما يؤكده الثوار بعد أن شنت القوات الحكومية هجماتها باستخدام الرصاص الحي في العديد من المحافظات، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين المتظاهرين. على الرغم من تأكيد الكاظمي وقيادات أمنية عديدة أن القوات الحكومية التي ستكون قريبة من ساحات التظاهر لن تحمل الذخيرة الحية. في بغداد حاولت القوات الحكومية إخلاء جسر السنك من المتظاهرين بالقوة، وهو ما تكرر في العديد من ميادين التظاهر، ما يؤكد أن السلطات تستخدم ذات المنهجية التي استخدمتها منذ انطلاق الثورة دون أن تصل إلى نتيجة، بل زاد إصرار الثوار وتصميمهم على مواصلة درب الثورة، ولم تفلح أساليب البطش والتشويه ومحاولات ركوب الموجة في ثني الثوار عن غايتهم التي خرجوا من أجلها. المتظاهرون عبروا عن غضبهم من عدم قيام حكومة الكاظم الحالية بتنفيذ تعهداتها بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإنهاء الفوضى وسيطرة الأحزاب الفاسدة على المشهد السياسي، ما يؤكد أن هذه الحكومة هي مجرد امتداد للحكومات السابقة وجزء من المشكلة وليس جزءا من الحل، وأن خيار إزاحة الطبقة السياسية بالكامل هو الخيار الوحيد لاستعادة العراق من براثن القتلة والفاسدين.